وفي إطار العمل المشترك أكد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية على استعداد المركز الوطني لإدارة الطوارئ وجاهزيته للتعامل مع التقلبات الجوية التي تمر بها المملكة حاليا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية وفي كافة المحافظات. اليوم مثل ما تشوفون الجماعة في المركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية يعني منعقد مفعل مركز فعلناه من اعتبارا من البارحة الحقيقة، لكن اليوم الصبح بدأ التفعيل بشكل أكبر. هذه من خلال توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية بالاستعداد لحالة الأمطار المتوقعة أو التقلبات الجوية المتوقعة على المملكة خلال هالأيام هذه القليلة إن شاء الله. إن شاء الله نشهد أمطار خير وبركة. شفنا يمكن بداية من البارحة بدأت الأمطار إن شاء الله على مملكة البحرين، الحمد لله الوضع من أحسن ما يكون. من خلال المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للطوارئ تم تفعيل المركز الوطني وتم التنسيق مع الجهات المعنية سواء كان الجهات الحكومية أو حتى في القطاع الخاص اللي لهم علاقة بإدارة مثل هذا الحدث. الجهود مستمرة لله الحمد، والخطط يجري يعني تحديثها بين وقت ووقت حسب الحالة اللي ترصد من خلال الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات، وعلى ضوءها تصدر سواء كان يعني الرسائل الإعلامية للناس من خلال مختلف وسائل الإعلام أو حتى من خلال استعداداتنا وتوزيع القوة حسب الأماكن أو المواقع اللي نتوقع أن قد يكون فيها تجمع لمياه الأمطار. وإن شاء الله يعني الجهود مستمرة، وأنا أشكر جميع القائمين على يعني المركز الوطني وأيضا الجهات اللي متعاونة معنا والجهات ذات العلاقة اللي عليها المسؤولية الكبيرة اليوم في التعامل مع مثل هذا الوضع. طبعا احنا مثل ما تعرفون ويعرف الجميع ان لله الحمد يعني الفترة الأخيرة شهدنا أمطار يمكن لم نشهدها من سنوات عديدة، يعني ليس احنا فقط ولكن المنطقة والعالم كله. فهذا الأمر وبفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا في المملكة يعني تسهلت أمورنا، وإن شاء الله تكون أمطار خير وبركة وتعم إن شاء الله بنفعها جميع بلاد المسلمين. احنا دائما ندعو الناس انها يعني تستقي المعلومات من مصادر رسمية سواء كان موقع المنصة الوطنية على الانترنت او حتى من خلال وسائل الإعلام ومواقع الجهات الرسمية المعنية في مملكة البحرين عشان يعني تاخذ معلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي. ومثل ما تعرفون ايضا ان الوضع يعني والإجراءات كلها فيه لها متابعة من أعلى مستوى الحقيقة، من سواء كان على مستوى مكتب سمو سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الله يحفظه وسيدي معالي وزير الداخلية والقيادة إن شاء الله على اطلاع بالوضع ومتابعة أول بأول بما يحدث.